ماذا قال نجمنا المغربي إبراهيم دياز بعد تتويج لامين يامال أو لامين جمال ببطولة أوروبا مع المنتخب الأسباني؟ نجمنا المغربي إبراهيم دياز يفجرها بتعليق غير متوقع ومفاجئ عن احتفال لامين يامال بالعلم المغربي عقب نهاية المباراة، ويكشف دياز مفاجأة تهز الملايين بلا أدنى شك. ولكن في البدايات عزيزي المتابع الجميل، سواء كنت مغربيا أو غير مغربيا، لا عليك إلا الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك حتى يصلك كل الجديد والحصري عن المنتخب الأعظم في القارة الإفريقية، المنتخب المغربي. إبراهيم دياز في بداية حديثه وجه تهنئته إلى لامين يامال بخصوص تتويجه مع المنتخب الأسباني ببطولة أوروبا، وأكد دياز أنه تربطه علاقة قوية للغاية مع النجم والموهبة الكبيرة لامين جمال. أيضا دياز أكد أنه في منتهى السعادة من لقطة احتفال لامين يامال بالعلم المغربي عقب انتهاء مباراة أسبانيا وإنجلترا، كما أكد إبراهيم دياز أنه كان يعرف أن لامين يامال سيقوم بشيء كبير لإظهار مغربيته، لأن دياز قال: أنا أكثر من أعرف أن لامين يامال يعشق ويحب المغرب ويعشق ويحب المنتخب المغربي بكل ما لديه من حب وعشق. دياز في ختام حديثه وحينما تم سؤاله من صحفي أسباني: هل ندمت على تمثيل المغرب وعدم اختيار أسبانيا؟ فصفعه دياز برد عظيم: لم أندم ولن أندم طول حياتي على اختياري لقلبي وعقلي المنتخب المغربي. شكرا دياز، تصريح سيظل للتاريخ، كما سيظل للتاريخ أيضا احتفال لامين جمال لاعبنا ذو الأصول المغربية بالعلم المغربي.